اقتحامات المسجد الأقصى وتزايد الغطرسة الصهيونية بعد مسلسل التطبيع هي موضوع حلقتنا اليوم من قضية في ثلاث أسئلة مع الأستاذ عبد الصمد فتحي. السي عبد الصمد، دخل المغرب في اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني وظهرت عدد من أشكال العلاقات معه. المسؤولون أكدوا أنهم مستمرون في دعم القضية الفلسطينية. واش ممكن الجمع بين التطبيع مع الكيان المحتل ودعم القضية الفلسطينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. من الوهم الاعتقاد بأنه ممكن الجمع بين دعم القضية وبين التطبيع. فالتطبيع هو إعطاء ضوء أخضر للمجرم، للمحتل، للكيان الصهيوني أن يتمادى في إجرامه وأن يتمادى في ممارسته المشينة، وبالتالي لا يمكن الجمع بين التطبيع وبين دعم القضية الفلسطينية. ولا أدل على ذلك هو ما نشاهده في المغرب، حيث أن كثير من الإجراءات اليوم تتخذ في سياق دعم التطبيع، بالمقابل لا نجد أي إجراء يرتبط بدعم القضية الفلسطينية إلا منع الوقفات المساندة للشعب الفلسطيني والتنكيل بالمتضامنين مع القضية الفلسطينية. ولهذا نحن نعتقد بأن هناك خطورة كبيرة على القضية الفلسطينية، خاصة إذا كانت هذه الدولة المطبعة دولة تترأس لجنة للقدس التي يفترض فيها أن تكون رافعة للعمل وللدفاع عن القدس. إن الذين يدافعون عن التطبيع بكون أن التطبيع سيدعم وسيجعل المغرب في قوة كبرى من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية، نقول لهم إن هذه الأحداث تكشف زيف ادعاءاتهم. هذه الأحداث قد عرتهم، هذه الأحداث بينت حقيقتهم. كل الآن المناورات للخارجية وللدولة المغربية كلها تسير في إطار التطبيع، كل إجراءات من أجل دعم الصهاينة، من أجل التمكين للصهاينة، لكن لم نجد منهم أي خطوة من أجل دعم الفلسطينيين. أين هي لجنة القدس؟ أين هو بيت مال القدس؟ أين هي الدولة في مساندة المقدسيين؟ لم نجد الدولة إلا في مواجهة المناصرين لفلسطين، في مواجهة أشكال التضامن مع الفلسطينيين. فأين هذا الجمع بين دعم القضية الفلسطينية وبين التطبيع؟ أين هي هذه المكانة؟ ما هي الأدوات التي تمكنت منها الدولة بسبب التطبيع وهي الآن توظفها؟ نحن نرى أن الكيان الصهيوني أخذ يسير بخطى وبسرعة ضوئية بعد التطبيع. هناك ضوء أخضر يعتمد، هو الآن مرتاح إلى هذه الأنظمة التي تسانده. هو الآن لا يخشى من هذه الشعوب، لأن هذه الأنظمة ستتمكن من التحكم من الشعوب. فلهذا نقول بأن هذا مجرد وهم، وبالتالي ينبغي أن تراجع الدولة المغربية نفسها وأن تلتحق بالشعب وبإرادة الشعب من أجل القطيعة مع الكيان الصهيوني والوقوف قلبا وقالبا مع الشعب الفلسطيني. الأحداث اللي كيعرفها المسجد الأقصى رجعت القضية الفلسطينية إلى واجهة الأخبار. كيفاش ممكن نقراو هذا التدخل الصهيوني ورد فعل الفلسطينيين؟ الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى هي تبين إصرار الكيان الصهيوني على السير في مخططه الذي يهدف إلى تهويد القدس. هناك مخطط واضح وبين يستهدف القدس أحياء ويستهدف القدس مقدسات، وفي مقدمتها المسجد الأقصى. هناك إرادة وهناك مخطط من أجل تحويل المسجد الأقصى إلى بناء الهيكل الذي يزعمون والذي يريدون أن يؤسسونه. يريدون أن يمهدوا لذلك بتقسيم زماني ومكاني بين اليهود الصهاينة وبين المسلمين، ولكي يتوج هذا التقسيم الزماني والمكاني بتهديم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم.
إذن هناك مخطط للكيان الصهيوني يسعى من أجل تحقيقه، وهناك وعي من الفلسطينيين بهذا المخطط، الشيء الذي يجعلهم يقومون ويهبون كبارا وصغارا، رجالا ونساء، من أجل الدفاع عن القدس ومن أجل الدفاع عن المسجد الأقصى، لأن السكوت وإن الاستسلام والسماح بالمسجد الأقصى هو إعلان لنهاية القدس ونهاية نهاية للمسجد الأقصى. فتحية للشباب الفلسطيني وللمرابطين والمرابطان الذين ينوبون عن الأمة في الدفاع عن هذه القضية وعن المسجد الأقصى. في نظركم وفضيل تسارع وتيرة التطبيع وتزايد غطرسة المحتل، فين غدا تتجه القضية الفلسطينية مستقبلا، وما هو الدور المنتظر من الشعوب العربية والإسلامية؟ مستقبل القضية الفلسطينية هو مرهون بدرجة التدافع بين الكيان الصهيوني الذي يسعى بخطى حتيتة من أجل أن يفرض الأمر الواقع، هذا الأمر الذي يقضي بإجلاء كل الفلسطينيين العرب من أرض من القدس وتهويد القدس والتمكن من المسجد الأقصى، وكذلك إرادة الفلسطينيين وإرادة الأمة في مواجهة هذه الهيمنة الصهيونية وهذه الغطرسة الصهيونية. فبدون هذا التدافع وبدون عمل جاد ومسؤول أعطانا شباب القدس نموذج في التضحية، نموذج في الصمود، نموذج في البذل، نموذج في المواجهة، نموذج في التحدي، رغم أنهم بصدور عالية يواجهون قوة عاتلة، يواجهون هذا المجرم المتغطرس، هذا الكيان الصهيوني، هذه الجحافل القطعان المستوطنين الذين يقومون بتقتيل الفلسطينيين وبالتنكيل بالفلسطينيين. ما لم تتوحد صفوف الفلسطينيين وما لم تتوحد صفوف الأمة كمساندة للشعب الفلسطيني، فإن القضية الفلسطينية وإن القدس وإن المسجد الأقصى لا قدر الله سيكون في خبر كان. فلهذا مستقبل القضية الفلسطينية ومستقبل القدس مرتبط بالدفاع المستميت عنها. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وإن كنا نحن نؤمن إيمانا كليا بأن كيان الصهيوني إلى زوال وبأن النصر للمؤمنين وبأن وعد الآخرة آت لا محال له، لكن هذا الوعد يحتاج منا إلى فعل، يحتاج منا إلى عمل، يحتاج منا إلى تضحية، يحتاج منا إلى بذل، يحتاج منا أن نكون بجنب أولئك الذين يصنعون البطولات ويصنعون التاريخ في أرض فلسطين، ويقدمون من أجل ذلك شهداء، يقدمون من أجل ذلك معتقلين، يقدمون من أجل ذلك مصابون بأصابات وبإعاقات دائمة. يقتضي منا الأمر أن نكون بجنبهم وأن نساندهم لكي نواجه هؤلاء المجرمين، هؤلاء الصهاينة. وإن التطبيع أكبر ضربا لهؤلاء الفلسطينيين، هؤلاء الصامدين، وإن التطبيع هو أكبر خدمة للكيان الصهيوني، وإن التطبيع هو سيعيق الدول العربية والدول الإسلامية على أن تقوم بواجب النصرة والدفاع عن القضية الفلسطينية. نخشى أن يأتي علينا وقت ونبحث عن المسجد الأقصى فلا نجده، ونجده قد ضاع في بتآمر المتآمرين والمطبعين، ونخشى أن نجد يوما نبحث عن الفلسطينية في أرض القدس فلا نجدهم، ونجد التحاق حي شيخ جراح إلى باقي الأحياء الأخرى التي تم هدمها، ولا ننسى حي المغاربة التي تم هدمه، فلا نشك في أن يقوموا بتهديم كل الأحياء وكل الرموز المقدسية في أرض فلسطين لكي يستأسدوا ولكي يبقى لهم الكلمة الطولة في أرض فلسطين.